أسرع من الصوت بعشرين ضعفا، تخترق الغلاف الجوي قبل أن تنقض على أهدافها. شبحية وقادرة على حمل عشرات الرؤوس النووية التي تمحو دولاً عظمى بأكملها. الآلاف منها جاثمة في صوامع تحت الأرض وفي أعماق المحيطات، متوجهة نحو مئات الأهداف المعادية للقيصر فلاديمير بوتين. ومع أول استفزاز عسكري يهدد الدب الروسي، ستنطلق هذه الصواريخ معلنة دخول كوكب الأرض في معركة نووية قد تنهي البشرية وتعيدها للعصور الحجرية. فما هي أخطر تلك الأسلحة؟ وما هي قدراتها التدميرية؟ وما مصيرها لو تعرضت القيادة الروسية للتدمير بضربة استباقية؟ وما هي سبل الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهتها؟ في هذه الحلقة المميزة من ملفات عسكرية، نستعرض لك عزيزي المشاهد تفاصيل وأسرار عائلة الشيطان، أخطر الصواريخ الروسية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها. الشيطان الأكبر. يحمل الجيل الحالي من صاروخ الشيطان الرمزي التعريفي M236R، وبمواصفات وتقنية عالية خطيرة للغاية. ومنذ العام 1991 تلقى عدة تحديثات كان آخرها في العام 2019، وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها أن التحديثات الأخيرة كانت جذرية ورفعت من كفاءة الصاروخ دون الإفصاح عن أسرار تلك التحديثات. من الناحية الهندسية، يبلغ طول الصاروخ 36.3 متر وقطره 3 أمتار، في حين يبلغ وزنه 212 طن، ويمكن تركيبه على منصات متحركة أو ثابتة، كما يمكن إطلاقه من المخازن التحت أرضية. ومن الجانب القتالي، يمكن لصاروخ الشيطان حمل رؤوس حربية بوزن 12 طن، وإن انفجار هذا الوزن من المتفجرات التقليدية يفوق انفجار القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما. كما يمكنه حمل 10 رؤوس حربية مختلفة، منها الرؤوس النووية. يعمل الشيطان الروسي بأربع محركات تعمل بالوقود السائل، وتتيح له التحليق بسرعة 5800 كيلومتر في الساعة. كما أنه مزود بتقنية تتيح للطواقم التشغيلية مراقبة مساره والتحكم في الاتجاه والارتفاع والسرعة. كما يتيح للطاقم القدرة على توجيه الرؤوس الحربية المحمولة بشكل مستقل، ولديه مستوى عال من الحماية النشطة في شكل أنظمة مضادة للصواريخ والدفاع الجوي، ومستوى عال من التحصينات الأمنية. والميزة الأخطر في الصاروخ الروسي هي مداه الأقصى الذي يبلغ 20,000 كيلومتر، وهي المسافة ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي للكرة الأرضية. يمكنه قطعها على ارتفاع 16,000 متر بأقل من 3 ساعات ونصف. وبالإضافة إلى ذلك كله، قالت وزارة الدفاع الروسية في مارس آذار من العام 2021 أن صاروخها تمكن من إصابة أهدافه بدقة عالية، وأن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 200 متر، بينما يبلغ قطر دائرة الخطر 14 كيلومتر. لماذا تخشى الولايات المتحدة الشيطان الأكبر؟ في العام 1961 دفعت الحاجة بالاتحاد السوفيتي لتصنيع صاروخ قادر على اختراق المجال الجوي للأعداء وتدمير منصات إطلاق الصواريخ البالستية، للعمل بشكل جدي على تطوير منظومة الصواريخ الجوالة لدى السوفيات. وللإسراع من إنجاز ذلك المشروع، قام المهندس العسكري الأوكراني ميخائيل يانجيل بالاعتماد على مخطط الصاروخ 16R لإنتاج الصاروخ 36R، والذي أطلق عليه اسم ساتانا أو الشيطان. ونجح سوفيت في إطلاق الصاروخ وإجراء تجارب الطيران والسرعة والقدرات في سبتمبر أيلول من العام 1964، وكانت النتائج أدنى من المستوى المطلوب، إلا أنها كانت مبشرة للعمل على تطوير الصاروخ. وحتى العام 1988 تم إنتاج 5 نسخ من صاروخ الشيطان،
كانت النسخة الخامسة منها قادرة على قطع مسافة 15,000 كيلومتر، وقادرة على حمل 10 رؤوس نووية. وعلى أساسها تم تطوير وإنتاج النسخة السداسية في العام 1961، والتي أذهلت صانعي الأسلحة حول العالم وأرعبت المنافسين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. الشيطان آراس RS-24 بمقدور صاروخ آراس حمل 6 رؤوس نووية بقدرة 500 كيلو طن لكل واحد منهم، أو حمل 9 رؤوس بقدرة تفجيرية تبلغ 150 كيلو طن للرأس الواحد. يخترق آراس طبقات الجو وصولا لأعلاها في الغلاف الجوي، وعند وصوله إلى هدفه تنزلق الرؤوس النووية نحو أهدافها بشكل لا يمكن للعدو توقعه أو تخمين ضربه، ويمكن لكل رأس ضرب هدف مختلف عن الرأس الآخر. ولا تنتهي مهمة الصاروخ مجرد رمي ذخائره هنا أو هناك، إنما يعود إلى الأرض مرة أخرى ويمكن إعادة تأهيله وإدخاله الخدمة وتحميله برؤوس نووية جديدة لمهمة جديدة. باختصار، يمكن لصاروخ آراس واحد تدمير دولة أوروبية بأكملها كبريطانيا مثلا، وتحويلها إلى أرض مشعة خارية من الحياة لمئات السنين، ذلك كله دون أن تشعر الدولة المستهدفة بوجود خطر وجودي يهدد الحياة البشرية على أراضيها إلا بعد فوات الأوان. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. آراس في الحقيقة ليس الصاروخ الروسي الأطول أو الأعرضي أو الأثقل، حتى أنه لا يمثل ربع صاروخ الشيطان سارمات 36R، حيث يبلغ طول آراس 23 متر وبعرض 2 متر ووزنه 50 طن، منها نحو 8 أطنان وزن الرأس الحربية التي يحملها. أما الرقم الصعب الذي تنتظرون سماعه فهو السرعة التي تبلغ 20 ماخ، أي ما يعادل سرعة 25,000 كيلومتر في الساعة. وللتوضيح أكثر، فإن الصاروخ بهذه السرعة يمكنه قطع المسافة بين طرفي كوكب الأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ب50 دقيقة فقط، مما يجعله يتربع على عرش صواريخ هايبرسونج بلا أي منازع. يتم إطلاق صواريخ آراس عبر منصة أرضية محمولة على عربة 8X8 عجلات بدفع كلي، وروسيا بصدد تصميم نموذج يمكن إطلاقه على السكك الحديدية غالبا لنشره في المناطق القطبية والمتجمدة كالصحراء السيبيرية. ويعمل الصاروخ ب6 أنظمة دفع، 4 منها محركات تعمل بالوقود الصلب وهي المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والمحركان الأخيران يعملان بالتزامن بواسطة الوقود السائل والهيدروجين، ومهمتها رفع سرعة الصاروخ بشكل تصاعدي من 9 ماخ إلى 20 ماخ، والحفاظ على استقراره خلال الرحلة التي يصل مداها إلى 14,000 كيلومتر على ارتفاعات تتراوح بين 100 و500 كيلومتر. كيف يمحو آراس الشيطان أهدافه؟ لا يحتاج آراس إلى أنظمة معقدة للتخفي كالرادارات السلبية أو الأنظمة المضادة للإشعاع، فأساساً هو لا يحلق في مجال هذه التقنيات المعادية، ويتم توجيهه بنظام توجيه من أبسط الأنظمة ومن أعلاها كفاءة. الأول نظام القصور الذاتي، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع والوزن، وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل تلقائي ودون أن يتم اعتراضه أو يتم التشويش عليه من قبل أنظمة الرادار أو طائرات الإنذار المبكر. كما يساعد هذا النظام في الحفاظ على أعلى دقة إصابة ممكنة. والنظام الثاني عبر الأقمار الصناعية الروسية للخرائط جلوناسس اي، المماثل لنظام الملاحة العالمية GPS، لكنه يوفر دقة أعلى بحيث لا تتجاوز نسبة الخطأ فيه 5 أمتار. القاتل أفانغارد لا يصد ولا يرد. وهو الصاروخ الروسي الفرط صوتي الأعلى كفاءة والأخطر، والذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين في ديسمبر من العام 2019، حيث بدأ خطابه حينها بأن الصاروخ الروسي الذي لا يقهر أصبح جاهزا للاستخدام. أما مواصفاته فلا تزال تحيط بها هالة من السرية، ولم يزد الستار إلا عن جزء منها، كطوله الذي يبلغ 9 أمتار وقطره الذي يبلغ نحو 1.4 متر،
وقدرته على حمل رؤوس نووية أو رؤوس حربية تقليدية بوزن 1700 كيلوغرام. أما الرقم الصعب في هذا الحدث فهو سرعته التي بلغت 29 ماخ، أي ما يعادل 31 ألف كيلومتر في الساعة، وبمدى أقصى يصل إلى 8200 كيلومتر، ما يعني أن مدة رحلته من قاعدة الإطلاق الأرضية وحتى أبعد هدف له لا تتجاوز 14 دقيقة. وخلال إعلان ترويجي لمحاكاة إطلاق الصاروخ الروسي من مدينة العاصمة موسكو وحتى مدينة نيويورك، استغرق الصاروخ 11 دقيقة و35 ثانية فقط. قام مشغل الصاروخ خلال تلك الرحلة الافتراضية بتغير مساره والمناورة وتغيير ارتفاعه. اليد الميتة التي ستكتب نهاية الكوكب. هو نظام تحكم آلي صمم بشكل معقد للغاية، بحيث لا يمكن إغلاقه أو تعليق تنشيطه تحت أي ظرف من الظروف، حتى من قبل المطورين أنفسهم. تم تفعيل النظام بشكل سري عقب انتصار الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، أي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي ودول شمال الأطلس. وأعلنت روسيا بشكل صريح في العام 1993 أن نظام اليد الميتة لا يزال قيد الخدمة، وهو حاجة وليس وسيلة، حاجة أساسية لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة. للنظام خريطة تضم بنك أهداف دولي، وله صلاحية الوصول لمنصات الصواريخ النووية وإطلاقها وتوجيهها دون أي تدخل بشري. ويبقى النظام خاملا ما دام يتلقى إشارات من مجسمات ومستشعرات من الأقمار الصناعية، وبعضها تحت الأرض تفيد بأن الحياة مستمرة في كل من وزارة الدفاع الروسية ومبنى الكرملين ومبنى قيادة الأركان العسكرية. وفي حال انقطعت هذه الإشارات جميعها، يقوم النظام بتنشيط نفسه ويوجه أوامره إلى منصات إطلاق الصواريخ ويدخل الشفرات اللازمة للتفعيل وأوامر التوجيه. وخلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق تكون آلاف الصواريخ النووية تجوب فضاء كوكب الأرض قبل أن تدمر الحضارة القائمة عليه وتجعل منه كوكبا مشعا لا وجود للحياة عليه لمئات وربما آلاف السنين. باختصار، نظام اليد الميتة هو نظام انتقامي بشكل باحت، يقوم بتدمير الكوكب عندما تفشل روسيا في حماية نفسها أو تخسر أي حرب. نظام ينتقم من الأعداء المنتصرين ومن الأصدقاء المتخاذلين على حد سواء. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل سيستخدم بوتين ترسانته النووية لمحو أوكرانيا ومن وراءها؟ أخبرنا في التعليقات.